في تراثنا البحريني عادات جميلة لا تندثر، يحرص أهالي البحرين على إحيائها سنويا حفاظا على هذا الموروث الشعبي من الضياع ونقله إلى الأجيال القادمة. أهزوجة شعبية تتردد في فرجان البحرين بعد الإعلان عن رؤية شهر رمضان المبارك، فيبدأ الأطفال بالغناء جائلين بين الفرجان احتفالا بقدوم هذا الضيف الكريم. أول بداية رمضان تشوفين احتفاليات اليهال وصافقة وطلعة من البيوت، يعني احتفال إحساس أن رمضان لا هيبة لا مكان في قلوبنا كمسلمين. وثاني شيء لما بعد نص رمضان كانت تشوفين قرقعون هذه رمضانية كل سنة مرة واحدة في السنة علينا، فيعني رمضان له جو إسلامي تراثي كل شيء فيه. الناس اللي لحين على عاداتهم وتقاليدهم وحاولون يعني نفس المسار حق الأوليين يسوونه الحين خلف الفرجان. شون دخلت رمضان علينا، شون البيوت كانت تبطل الليتات أو كان الفنارة بهذه الطريقة. تراث عريق يحمل معاني جميلة، لا زالت بعض الأسر في البحرين تحيي هذه المناسبة بهدف حماية هذه العادات القديمة من الاندثار. ففي قلالي تحرص جمعية الخالدية الشبابية على إقامة هذه الفعاليات التراثية لتعود بنا إلى ذلك الزمن الجميل. احنا في الجمعية حريصين على ان احنا نسوي هاي الشيء ونسوي بشكل دائم ومستمر سنويا، علشان كذي هنتكلم عن حياك الله يا رمضان. هي فعالية قاعدة تصير كاستقبال لشهر رمضان، هذه عادة يعني في البحرين دائمة وقائمة، يعني هاي الشيء مستمر، وهذا الشيء يسوونه الأهالي كترحيب، يعني ترحيب شهر رمضان وبالعبادات اللي راح تصير فيه وبالفعاليات اللي راح تصير فيه، وهذا الشيء كل من يعني يحب يسوي. في تراثنا عادات جميلة تنعش ذاكرتنا وتجعلنا نحن إلى الماضي الجميل عندما نتذكرها. فأطفال اليوم يستقبلون شهر رمضان المبارك وهم يقرعون الطبول ويرددون الأهازيج الرمضانية سيرا على خطى أجدادهم عندما كانوا صغارا. حياك الله يا رمضان عبارة ترحيبية تتردد على لسان أهالي البحرين بعد الإعلان عن قدوم الشهر الفضيل. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.